تأسيس هاي الشريعة أو المرسى من زمن العباسيين، وذكرها ابن الأثير بتاريخه الكامل بأنه بذيش الفترة كانت الزوارق تجوب في نهر دجلة، أو يقصد بيها يعني منطقة سيف الكارخ، وبالتحديد المنطقة هاي باب السيف اللي بيها المرسى الأساسي من ذاك الوقت. طبعا احنا مربوطين بالموانئ، موانئ البصرة، بإجازات وسنوية، فعملنا يعني منظم تنظيم دقيق، حتى زوارقنا عليها كشف سنوي. هي عادة قديمة جدا وما زالت، احنا يوميا نروح لمحلاتنا بالشارع النهار نركب البلم، ومن نطلع الظهر نعزل بثنتين هم نرجع نركب البلم. وسيلة نقل قديمة أصح وأحسن من الوسائل النقل الحديثة، لا بها دخان، تذكرك بأيام بغداد الخير، أيام دجلة الخير. العالم تعبر منا لأن نتيجة ازدحامات على الجسور بشكل مو طبيعي، خاصة بغداد ازداد عدد سكانها يعني كثر يعني للضعف تقريبا، فهذا جسر الشهداء دائما ما هو مزدحم يعني احتمال الساعات يوصل الازدحام به، والعالم هي متعودة منا لأن هاي العبرة تراثية. طبعا الأجور مناسبة الحمد لله والشكر، الحمد لله احنا نرضى بالقليل، يعني احنا ماخذين من أجدادنا ومن آبائنا إنهم راضين بالقليل فإحنا بنرضى بالقليل.